بروفيسور عبد السلام ياسين او كميدا ها اساسيا شوركي دلكن حرييسن ما تنا كترسن سياسيين تمدشه ودا تشيغا ايا كهدلي دغالكي دخمري عيدمدا سوماليلان يكو مامول كبدلان اسغو تلمامي ان سوماليا كوسو حد غدوبتي حدودي سوماليلان وعانو فرينو دري مامولكا سوماليا اسغو حكومه سوماليلان كو بوغاديه تلابد قادي تا وحن ورغنا ارين سدرنتيا بنلاند سيده دبا هاد اي جير اي سوو العليسو وقرطره سببت وحويان سومالان حدود كذا والله يقارنا دت كذا والله يقارنا سومالان ماها دل قبيل كل السنة ودل كل السنة نظام دولة ذا إنجليز وقته هو يكده حلين وده يوم بدنا كل حشران قبائل بدنا كل حشران وصومالية يجو سبتلان قاعدة دا كل سنة وحويان وقبيل وي وسبتلان وحلا ذي وحنو نهاي حرتي هرتين ما كم شيء كرتيد دربل يو أول با هداي بشرتين واحد كتر سناي ما ممكن سومالي إما كان كاسي كتر سين مركا وقرد هو وين 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 شرتين ده ديو ده سرير سومان لاند يعني من حق أو حق ليا هساعة سومان لاند حق بيقول هذا يدو دت كيدن سومان لاند نبت قليو كسو حرق قلنيسة هنا يلا حدود هذي قاعد ودكتور مكعيدن كولا سعانو دي كشي شغلنا بتقليه تام ابو كسمي دت كان كم ورق فريا هلكا هدو دور كان بو هو ليس لك هاي يا مالي هي كلا بو هذا الشيء دي الله قد قال كلا بركا ارنتن اي سو علعلن اي سو هاد يا شير بودلان يو اسكو شيغيسا ان يهين مامول كوبلد اولي بدي لاند كان سدي سومالاند اي عكسان دبردغاي وحو سكونيا ما madaxweynaha abdullaan ayaa xalay han jabaad waxaan ugu baaqay dadkiisuna dagaalka aan arintaas maxay kula muuqday deen madaxweynaha dagaalku baaqay madaxweynaha maaha way madaxweynuhu waa ninka nabadgelyada madaxweynaha iyo odaygu iyo waayeelku waa dadka joojiya daqiiqay dagaalka in ila had dagaal baan ogeya dagaal baan u kacay madaxweynana maaha waayeelna maaha mas'uulna maaha arintu haday dhacdo waxa taa laba ciidan sirdiyan waanay dhici kartaa ama arin la isku qabso ay ka dhacdo xogaa khilaaf uu ka yimaado farakaada yimaado madaxda baartay dalalka iyo madaxda dhaqanka intugo waa inay had iyo jeer dajiyaan dadka oo ay nabadgelyada ayagu had iyo jeer adkeeyaan way nabadgelyada lagu dhaqmayaa nabadgelyo taami haddii aanay jirin walaa maamul budlaada jiraysa ولا أمريكا لا تري ستن ويريا يسوون بس دبي سومالاند هو ضل بسن وعيد أنا قبائل ما هي هي ميليشيا اللي يسوون ويريا وعيدا ديسن ولوجي هاي أو هبيسن ويا مركا عيدا كيس عيدا كاسي يسوا ودفاع عن بكتيرة عيدا قدر السمين يو ما أنت وجود بيا وحيس سومالي لورينشري أما فلان تاي شيء يعني ما وعيدا حدوده سيجاري هذا يو كده عويا هل كمان مفرير هان كل شيء أنا هنا دوا مركا قدر هالكا كتاجر. عكلا بروفيسور كم واحد وحكوا ويديي وركتيدو مدحوينها الصومال لأن كم النوعي دول كراسي جاية دكده بربرة وعانو سود ويتلا بداسي يسقون مركا لكها اللي وحوري. أنا داسي عادي أدبان وسود وينين هرتا موسى مكا بشي بأمير دمانو مانتا وطبعا و دوري لا تنعشوي يعني ممكن أنتوا تضوي لا تنعشوي يعني أنتوا هي حلكة أنتي نتلعبوا يوم ونعكسون وحكوا أولا أيو قاضي ويقولي بقول مهم سنت هيكو أنا تذا أنت ذا دولكا ويقولي بدولكا وحنا مدحوينها مسبيح عبدي فرينا دولكا وإن دولكا لقصوا صار قوانين أدق وإن دولكا مامل أدق لوسمية وأنا هين مامل كان دولة ضاحوسة dulki iska gaarsiiyey meeshu doonayba waa in dulka dadkan jarjar dhirta jaraya ay isku oodanayay ee gubadkan gubi doona ka sameynaya in ay hadhowto magaalooyinka fidaya ay dulka hanti ka dhigtaan ee iibiyaan waa in ay jirta qaanuunkuna uu jiray kiis islaamka jira kii french uu nooga tagay baa jira kuwii uu maamuladii ka dambeeyay ay ka tageen baa jira waynaan ku dhaqminaynaan adkaynu marka madaxweynaha ay maamulka cusub waxaanu furayna qaanuunka aad iyo aad iyo aad loo adkeeyo hantida dadku leeyihiin hala dhowro taama guurtada dhulka iyo tan kale ee hadday gaadiid ahayd iyo hadday ahayd lacag xoolo badan oo dadkan masaakiinta lahaayeen ayaa maqan oo hanti dhowr ku sheegaya in la dhacay.
horta waxa weyn waan hubaa inuu xaaladda golihiisa wasaaradda iyo baarlamaanka iyo odayada dalkaba uu kala tashanayo. Waxaan umalaynayaa iminka inaanay horta weli arrintu aanay halkaaba taagnayn. Waxaa iminka kaba sokeeya waynala joogaan qoladii Khaatumo iyo Cali Khaliif, Doctor Cali Khaliif iyo qoladii Khaatumo waynala joogaan. Waxay nala joogaa dee reer Sanaago dhanba baarlamaankiina ku jira nala jooga. Waxay la tahay in arrintaasi ay si loo dhan yahay oo Somaliland oo dhan ah oo min loo yacdo ilaa ceelaaya inta ka dhaxaysa ay ka muuqato dadkii Somaliland min berbera ilaa xuduudka Ethiopia aanu la leenay dadkeeda ka muuqdaan ay leeyihiin Somaliland waa dalka 26-ka sanadka nabadgelyada ku dhaqnaa. Nabadgelyadii maartii taamka samaystay ee xukuumadda samaystay Puntland iyo Soomaaliya waxaan leenahay walaalnimo baynu ku wada dhaqmaynaa idinku wada Soomaaliya tihiin. Waxay la tahay in alla intii dagaalka nabadda lagu horeysiin karo dagaalku sidiisaba marka nabadgelyada iyo diblomaasiyadu ay shaqayn waydaabo dagaalku yimaada marka in alla intii diblomaasiyada iyo wada hadalka iyo nabadda lagu wadayo aynu ku wadaynaa anugu haddii reer Soomaaliland tahay. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.